نفرني متواصلين حتى الخمسة متاع الشهر. نحكيو على الأولمبي البيجي، اليوم تم إمضاء العقد بالأولمبي البيجي ومدرب جديد السيد شاكر مفتاح موجود معنا بالتليفون، ناخذ من عنده أكثر تفاصيل على التجربة الجديدة هذه ليه. سي شاكر أهلا بك. مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعي إكسبريس أف أم. مرحبا سي شاكر، دونك اكيد نبي نقولك على التجربه الجديده، لو كانت تعطينا اكثر تفاصيل على شنو اهدافكم الموسم القادم مع الاولمبي البيجي. بارك الله فيك. بون اليوم معناتها مضينا العقد والاتفاق كان حاصل معناتها تقريبا مده اسبوع او اسبوع ونصف على ما كان فيه المبدا موجود. اليوم مضينا العقد، اليوم تحولت الباجا، كانت عندي جلسه مع قيد أعضاء الهيئة المديرة الكل، معايا كان موجود المدير الفني والمدير في عثمان الشايبي. الأهداف واضحة بالنسبة لنا، كهدف أول ورئيسي هو ترتيب مشرف للفريق يليق بتاريخ ومعركة الأولمبي البيجي، ضمان البقاء بأريحية معناتها مشرفة، ثم بعدها نحاولوا باش نرجعوا الصفة متاع أولمبي البيجي اللي كان فريق مصدر للاعبين سواء للفرق الكبرى ولا للمنتخبات. هذا باش يكون على بعدها مشروع طويل المدى، لكن باش نكون نساهم فيه أنا كبداية معناتها بالنسبة لي أنا في الموسم هذا. نفس الشيء هو معناتها نحاولوا يكون عندنا أسلوب لعب يتماشى كيف كيف واسم الفريق وعراقته والأهداف اللي احنا رسمينها بحول الله. هذا هو تقريبا معناتها الأهداف الرئيسية. عندك فكرة على الإفكتيف الموجود؟ تقريبا مش 100%، مش واضح عندي الفكرة، فكرة مبدئيا موجودة، خذينا شفنا اللي موجود، قاعدين مش نخدموا على شكونه اللي باش يواصل معنا وشكونه اللي باش يغادر. فما ملعبية تنتهي عقودهم، فما ملعبية بتاتر ما كانتش المشاركة متاعهم في الموسم الفارط ناجحة، دونك كيف كيف ما مش يقعدوا، وعلى ضوء ذي باش نعوضهم بلاعبين اخرين ما يسدوا كل الشغورات هذيك وباش نخدموا عليها من هنا قدام. حددت النقائص اللي تحتاجها ولا ما زلت؟ تقريبا واضحه بالنسبه لي، فما في لي تروا كومبارتيمون موجودين سواء مع تاون ديفونس ولا في الوسط ولا اون اتاك، في كل كومبارتيمون نستحقوا معناتها ملاعبيه. اهم شيء كونهم بتاتر حتى الملاعبيه اللي باش يكونوا سيبلي ماهمش باش يكونوا بعاد على المشروع معناتها الرياضي اللي حكينا فيه. مش معنى ملاعبية شبان، معنى تقصد هكا؟ أغلب الشيء ما بين خبرة طموح، مش خبرة متاع معناتها مش ما بطل الكورة ولا كذا، لا باش يكون في الاتجاه هذاك. وقتاش إن شاء الله تبدا العمل نتاعك إن شاء الله؟ البرنامج جاهز على أساس يوم 17 أوت تبدا التمارين، لكن فما برشا خدمة باش تخدم مقبل 17 أوت، شرعنا فيها على مستوى اتصال باللاعبين، معناتها فما اللي باش يحكيهم على من ناحية اللاعبين القدم ولا الجدد اللي باش ننتدبوهم، كيف كيف على مستوى تحضير البرنامج واتصالاتنا الكل باش تكون على مدى الفترة هذه اللي من هنا حتى ال 17 أوت، دوفاسون لو 17 أوت فعليا تبدا معناتها الأمور بحول الله جاهزة باش تكون البداية 100%. علاش ما تشقود مش مأخر شويه سي شاكر؟ شوف هي الشامبيونات تبدا 24 اكتوبر. شهر كافي؟ لا مش شهر، شهرين، عندها 10 سمان. شهرين دونك كافيين نتصور. بالعكس معناتها احنا نورمالمون الفتره التحضيريه تمتد ما بين 6 و 8 اسابيع، احنا خذينا 10. دونك كافيه بحول الله. بالنسبه للستاف تكنيك انت اخترته ولا خلينا نعرف الاولمبي بيجي ظهر لي حافظ الكيتوني كان من الاول معناها موجود في الاولمبي بيجي، انت اخترته وانت وافقت عليه ولا كيفاش بالضبط صارت العمليه؟ والله شوف حافظ الكيتوني راهو عملناه الاليتي كاستيون باش نمشي للباجا وهما في البي، معناتها بون وقتها مشات ليش نتائج 100% في سليمان، بون صار اتفاق مع باجا بعد سليمان تشبثوا باش نواصل،
مي وقت اللي كنت ماشي انا من الحاجات اللي اقترحتهم وقتها حافظ البيتوني باش يكون موجود معايا. وما مشيتش وقتها تعاودت السنة حافظ البيتوني مشيت في المقترح هذاك اللي هو كان من عام ناول. حكيت مع مدرب الفريق السابق صارت باساسيون بيناتكم ولا لا محمد؟ ما عارفش. لا لا ما صارتش ما صارتش كيما زاد حتى بنفس الشيء هو راهو ايش نقول لك في تونس مع الناس العادات هذه سي بيان دوماج ماهيش حاجه باهيه هي راهي. كيما انا راني وقت اللي خرجت من سليمان ما عملتش باساسيون ما طلبوش مني ما عملتش. نفس الشيء بالنسبه للباجا ما طلبوش منه ما عملش وقت اللي هي راهي ما عاد انا راها مش باهيه نورمال ما تصير باساسيون. اي تنجم تصير حتى بيدكم انتوما كمدربين ما تنجمش تتصل بيه انت. يوم كنت نجم تصير نتقابل انا وسي محمد علي ونحكيو بوركوا با معناتها يفيدني برشا حوايج علاش لا. ولو ياخذ في خاطره شويه زعما. علاش؟ علاش؟ لا لازم يكون خاطر كان فما وعود لي باش يكمل المهمه في الوطني ايه في الرابطه الاولى وبعد ذلك تم التخلف على الكلام هذايا. انا الوعود هذه ما على باليش. نحكي على علاقته هو بالفريق مش معك انت شخصيا. ايه انا ما على باليش بها الوعود هذه انا اتصلوا بيا على اساس باش كذا مدرب محترف مادام فريق كمل الموسم نتاعه وداخل في مرحله جديده داخل في بطوله جديده اختياراته من حقه اما باش يحافظ على المدرب نتاعه ولا باش يعمل معناتها يحكي مع مدرب اخر حسب الاهداف اللي عنده اتصلوا بيا خلاص كان كانت في الموسم وسط الموسم يمكن كان ينجم يكون واحد يشتغل وفي شغل وما كملوش اما دي نهايه موسم. انا صادفت وكملت موسم في جمعيه وصعدت بجمعيه وما عودتش في منزل بورقيبه طلعت للبي خرب الاختيارات نتاع الهيئه المديره شفت اللي باش يشوفوا مدرب اخر وين البروبليم امورهم صحيح ولا اكيد انت هدفك سي شيكر تاكد الموسم اللي او بدايه الموسم اللي بديته السنه المتميزه مع سليمان تحب تاكد ان تسوي هذا في الاولمبي الباجي بوركوا با علاش لا الارضيه متاحه واحنا اذا نعملوا نفس البدايه ونقدموا مام فوليم دو جو ونصبروا على رواحنا شويه نجموا نعملوا حتى خير بتاتر الاكسبيريونس اكثر مع سليمان يمكن كنا خايفين شويه في الموسم قدرنا سامحني في الكلمه اكثر البطوله اعطيناها قيمه اكثر من لازم تو لا معناتها انا عندي فكره على البطوله شنو هي متطلباتها اكثر من نجموا ندخلوا خير ونجموا نقدموا حتى ما خير. يعطيك الصحه شكرا ليك سي شاكر بالتوفيق ليك والأولمبي الباجي ان شاء الله. مع الاستضافه وتحياتي. مرحبا. دونك شويه يجيكم زميلي يوسف في الاخبار نحن مواصلين حتى